هذه حوامة الجيش الوطني الشعبي تقوم بعملية إطفاء الحرائق في مناطق متفرقة من البلاد. وهذه طائرة هليكوبتر تابعة للحماية المدنية تجلي حالات طبية مستعجلة. كلتا المهمتين تمتا بنجاح. على علو أكثر من 1600 متر فوق سطح البحر، سلسلة جبال الأطلسي هاته ثروة طبيعية نادرة تزين المكان. هذه الجرافة واحدة من الآليات التي تعمل بدقة متناهية وفق مخطط هندسة قائم على مقاييس عالمية. هذا الفريق الميداني المتكامل يتقدم في أشغال مهبط الطيران، هذا مشروع استراتيجي فائق الأهمية. تم اقتلاع 60,000 متر مكعب من الأتربة الصخرية والأتربة الشبه صخرية. يمكن هذه المنصة استيعاب مروحتين في وقت واحد بكتلة فوق 56 طن لتسهيل عملية إخماد الحرائق والتدخل. هذا الخزان المائي الطول تاعو 20 على 20، الغمق 400 متر، السعة تاعو 1200 متر مكعب. المهمة تاعو هو تزويد مروحيات الإطفاء. قامت مديرية الأشغال العمومية بإنجاز 5 منصات لهبوط الحوامات مع خزانات مائية أو أحواض مائية ذات سعة تتراوح ما بين 900 إلى 1200 متر مكعب، وهذه المنصات جاهزة للاستغلال. تبدو ملامح مهبط الحوامات هذا الذي يقع على علو 1000 متر فوق سطح البحر واضحة المعالم. جاهزون الآن لاستغلاله في حالات الكوارث الطبيعية وعمليات الإنقاذ الطبي والإجلاء. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.